بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور محمد ابراهيم الشربجي، مدرس مساعد بقسم الاخاخير كليه الصيدله جامعه طنطا. ان شاء الله النهارده هنتكلم على ريفيجن لعملي ماده النباتات الطبيه للفرق الاعدادي 2018 ترم اول. طبعا الامتحان بتاعنا ان شاء الله هيبقى على جزئين. على الجزء الاولاني عباره عن سبوتس، وده الجدول بتاعنا وهيبقى في المدرج، والجزء التاني عباره عن باودر، واللي ان شاء الله نمتحنها في المعامل طبقا للجداول اللي احنا شفناها. الادوات المطلوبه عشان جزء الباودر هنحتاج سلايد كفر وفوطه ومنديل طبعا عشان تنشف الحاجه بتاعتك، وقلم رصاص عشان ترسم الكي اليمنت، وقلم جاف عشان تبني الورقه بتاعتك، ودروبرز عشان خاطر العينه بتاعت الايزوليتد، وطبعا ما ننساش نجيب كتاب العملي معانا ان شاء الله. بالنسبه للامتحان زي ما قلت هيبقى عباره عن جزئين، الجزء الاولاني سبوتس والجزء التاني عباره عن باودر. جزء السبوتس بيشمل على كام عينة؟ على 10 عينات متضمنين كيميكال تيست وتي اس، سيل تايبس، ستوميتا، هير، سكريتوري ستراكشر، ستارش، كالسيوم اوكزاليت، وليف مورفولوجي. اما الباودر فاحنا عندنا 6 باودر اللي هما السنة، استرامونيوم، بلادونا، ايسايموس، منثا، والروزميري. والستة دومت هيجيلي منهم عينتين، واحدة على شكل باودر والتانية على شكل ايزوليت. الجزء الاول اللي هو السبوتس بيكون عليه 25 درجة. شكل ورقة الامتحان هو طبعا هنكتب اسمنا، بعد كده رقم الجلوس، بعد كده هيجي لي 10 اسئلة عبارة عن السؤال الاولاني كيميكال تيست، مطلوب فيه ان انا هعرف اسم الكيميكال تيست اللي قدامي ايه، واسم المادة الفعالة اللي هو بيختبرها، والمادة الفعالة دي موجودة في نبات ايه. بعد كده بكتب الخطوات والريزلت بتاعتي او اللي هو اللون او الحاجة اللي طالعة معايا في الكيميكال تيست. العينه اللي بعد كده بتبقى عباره عن تي اس، فبقول ذس از مثلا تي اس، واقول ان هو اندر ميكروسكوب او دايجرام، واقول فاوند ان اللي هو اسم النبات زي مثلا السنه. العينات اللي بعد كده ممكن يجي لي مثلا سيل تايب او ستومات او غيره، فبقول مثلا خلايا البرينكما، برينكما سيل، في فاوند ان الايه المنثستم، تمام، وهكذا. بالنسبه لعينه الليف مورفولوجي بيجي لي ورقه وبيتسال عليها سؤالين، مثلا ايبكس والمارجن. فهقول مثلا الاي الايبكس دي هقول اسمها كذا مثلا اكيوت، والمارجن مثلا هقول انتاير على حسب طبعا الورق اللي عندي، تمام. ناخد كده اول حاجه اللي هي الكيميكال تيست. الكيميكال تيست لما يجي لي تيست تيوب فيها طبقتين، طبقه لونها احمر طبقه شفافه، في الحاله دي هقول التيست دوت اسمه موديفايد بورنيتراجر تيست. الماده اسمها ايه؟ يبقى هقول 4-anthraquinone glycoside اللي موجوده فين؟ في السن. طب الخطوات هنقول السن اكستراكت مع السلفوريك اسيد، بنعمل لهم بويلنج، بعد كده بسيبها تبرد واعمل لها شيكنج مع السيلين كلورايد، وبعد كده باخد الطبقه بتاعت السيلين كلورايد واعمل لها شيكنج مع الامونيوم هيدروكسيد، بيديني الريد كلر او الروز ريد كلر بيبقى موجود في الابر اكواس لير اللي هي الطبقه اللي فوق. كيميكال تيست تاني اللي هو بتاع تيست تيوب فيها راسب ابيض او عقاره لونها ابيض، تمام، دي بقول عليها مير تيست. ده جنرال تيست للالكالويد، اسم الماده الفعاله اللي هو بيشتغل عليها اللي هي الالكالويد اللي موجوده في ايه؟ في الهيوسينس، او لو قلت لي في السولانيسي عموما ماشي. فبقول الخطوات بتاعته بعد كده، الاكستراكت بحط عليه ميرت ايجنت بيديني وايت برسيتيت اور تربيدر، تمام. بعد كده لو جالي طبق او بورسلين ديش اللي هو او جفنه يعني وفيها ليكويد لونه احمر مدي على فايلت شويه، بقول التيست دوت عباره عن تيست البارادايميسايل امينو بنزالدهايد، وديت عباره عن اختصار للكلام اللي انا قلته ده، انا هطالب منك الاختصار بس. ده سبيسيفيك تيست للاتروبين، وده واحد من الالكالويدز اللي هي اللي احنا قلنا عليها في التيست اللي فات اللي هو كان جنرال تيست. هنا التيست دوت سبيسيفيك تيست بقى للنوع معين من الالكالويد اللي هي الاتروبين. النبات بتاعي اللي هو الهيوسينس. طيب بعد كده بقول الاكستراكت بحطه على الووتر باس بيديني ريزيديو يعني بينشف عشان يبقى كونك مركز. بعد كده بحط عليه الريجنت اللي هو البارادايميسايل بيديني الرول اللي هو اللون المحمر اللي احنا قلنا عليه. كده يبقى انا العينه بتاعت الكيميكال تيست واحد من 3 عينات هينزل لك واحده فيهم، يعني المفروض ان هي عينه مضمونه طبعا عليها درجه كبيره. بعد كده القطاع المفروض انا مثلا بشوف لو جاي لي ممكن اجي لك عينه زي ديت اللي هي تبقى عباره عن تي اس اندر ميكروسكوب او اجيب لك تي اس دايجرام، فانت هتكتب لي ان انا عندي تي اس اندر ميكروسكوب او تي اس اندر دايجرام في فاوند ان ايه السن. طيب السنه المميزه بايه؟ ان احنا طبعا عندنا البلاسيت بتاعتي تبقى كونتينوس والميد ريب، وعندي ايزو بايلاترال، وعندي بريسايكليك فوق وتحت الايه؟ الزايل. طيب في الدايجرام
هو نفس الكلام، انا عندي برضو ايزوبيلاترال واللي هي كونتينوس، وعندي ادي البريسايكليك اهيت وهكذا. تمام، نيجي بعد كده للعينه بتاعه الهيوسايموس. الهيوسايموس فيها برضو ايزوبيلاترال ولكنها مش كونتينوس فوق الميدريب. الميدريب بتاعي بيبقى عريض، وبالتالي بشوف المنطقه الوسطى ديت بلاقيها عامله زي المستطيل، وده يمكن هتلاقيها اوضح في الايه، في حاله الدايجرام. تمام، طيب المثال اللي بعد كده اللي هو الاسترامونيوم، وده شويه بيلخبط مع هو والبلادونه قريبين من بعض، بنحاول نلاقي لهم حاجه تفرق ما بينهم. فبالتالي لو انا بتكلم على الدايجرام هلاقي ان انا عندي الكريستال لاير اللي هي النقط الكتيره اللي موجوده ديت، ممكن تفرق لي الاثنين عن بعض. الحاجه التانية الطرف بتاعها من فوق اللي هو الجزء بتاع الميدرب بلاقيه صغير، نفس الكلام هنا لو جيت بصيت عليه هتلاقيه عامل زي القبه الصغيره او عامل زي المثلث. لو جيت بصيت على بتاع البلادونة لا، هنلاقي الجزء اللي هو فوق في الطرف دوت لا مفتوح شويه عامل زي القوس اعرض. تمام، هنا لو في الدياجرام برضه ليه اعرض، وفي نفس الوقت هميزها بوجود الايديوبلاست. طيب بعد كده العينات بتاعه السيل تايبس، ممكن ينزل لي واحده منها. طبعا لو انا جبت لك القطاع اللي هو في المنسى وشوهت لك على الجزء اللي في النص، هتقول لي ان انا عندي خلايا برينكما او برينكمال سيل في المنسى ستيم. لو شورت لك على الاطراف هتقول لي عندي خلايا كولينجما في المنسى. لو جبت لك بعد كده قطاع وشورت لك على الجزء الاخضر اللي فيه، هتقول لي انا عندي بلاست سيل او كولورينكما في الليف. بعد كده لو جبت لك قطعه وفيها التعاريج اللي هي عامله زي الامعاء ديت، هتقول لي سكالارينكما سيل او كاتجت في الكابسيكم، كاتجت في الكابسيكم. طيب لو لقيتها عصيان لونها احمر اللي هي بنقول عليها الفايبر او فلوين فايبر، تقول لي خلايا سكالارينكما نوعها فلوين فايبر، فين موجوده في نبات السنكون. طبعا اسم الحاجه والمثال كل نقطه من دومت عليها درجه كده. يبقى انا خلصت السيل تايب. نشوف بعد كده الاستومات، ممكن تجي لي عينه من الاستومات اللي انا هقولهم دومت. اهم حاجه فيهم تركز على فين فتحه الصغر، وشوف الجارد سيل اللي هي الحتتين اللي بيبقوا حواليها، الخليتين اللي حواليها دومت. وبعد كده شوف السبسيدري سيل لو كانوا موازيين للمحور بتاعها زي الحالة ديت، فبقول عليها باراسيتيك استوماتا. موجودة فين؟ موجودة في السن. طيب لو كانوا عموديين يبقى هقول دايسيتيك استوماتا اللي هي المثال بتاعها اللي موجودة في الايه، في المنت. زي ما احنا شايفين ادي الفتحة بتاعت الايه الاستوماتا الصغير بتاعي، وادي الجارد سيل، وادي الخلايا السبسيدري عمودين على المحور ايه بتاعها. طيب بعد كده في عندنا الانيزوسيتيك استوماتا، يعني لو عندي ثلاث خلايا تمام بس مش قد بعض، يعني واحدة صغيرة واتنين كبار، ادي الصغر وادي الجارد سيل وادي التلات خلايا، ادي واحد اتنين تلاتة. في الحالة دي الانيزو ستيكستوماتا موجودة فين؟ موجودة في الهيوسايموس، وكمان هي اصلا موجودة في فاميلي سولانيسي عموما، فلو قلت في فاميلي سولانيسي برضو صح. اخر حاجة في الاستوماتا اللي هي الجرامينيشيوس استوماتا، وديت موجودة في الجراس. تمام، شكلها عاملة زي الدمبل او العظمتين كده اللي قدام بعض. تمام، وديت مميزة وبنصنفها على أساس الجارد سيل. يبقى أنا كده عندي أربع أنواع من الاستوماتا: باراسيتيك، دايسيتيك، أنيزوسيتيك، وجرامينيشيوس. بعد كده العينة بتاعت الهير، احنا عندنا طبعا نون جلاندولار هير، بنقسمهم لنون جلاندولار وجلاندولار. لون جلاندولار، ولو قلت إن هي يونيسيلولار يبقى في الحالة دي هقول إن هي مين؟ السن هير. يبقى لما أجي أكتب هقول نون جلاندولار يونيسيلولار فاوند إن السن، وطبعا لازم أكتب إيه؟ هير. كتبت لي سن هير بس خلاص تمام مفيش مشكله. طيب بعد كده لو قلت ان هي نون جلاندولار مالتي سيلولر، ولازم اقول كلمه هير، او قلت لي التي شيبد هير، الاثنين نفس المعنى والاثنين صح. المثال بتاعها اللي هو الايه، البايريسري. طيب بعد كده نخش على الجلاندولار. الجلاندولار هنقول عندي حاجه اسمها اللابيتا هير اللي احنا بنشوفها، اللي هي ده التوب فيو بتاعها، عباره عن دايرتين ليهم نفس المركز. تمام، طبعا دي موجوده في مين؟ في المنت. طيب عندنا بعد كده جلاندولار تانية اللي هي السولانيشياس هير، وديت عباره عن جلاند واحده والستوك بتاعها فيه كذا ايه، خليه. طيب في الحاله ديت ممكن اقول يونيسيريت جلاندولار هير، او جلاندولار هير الستوك بتاعها مالتي سيلولر يونيسيريت، والجلاند بتاعتها يوني سيلولر. خلاص ده شكلين طبعا. نيجي بعد كده للبرانشد هير، ممكن اقول برانشد جلاندولار هير، دي موجوده في مين؟ في الهيوسايموس. طبعا هي برانشد عامله زي حرف الواي، ونفتكر ان الهيوسايموس فيها ايه، حرف الواي.
وبنشوف الجلاند بتاعتها طبعا هنا وايه وهنا على كل طرف من الجزء اللي حاصل له برانشنج. تمام، احنا كده عندنا 5 هير ممكن يجي لي منهم ايه واحده او 2. نيجي بعد كده للسكريتوري ستراكشر، عندنا حسب الحاجه بتاعتي موجوده فين، يعني لو موجوده في سيل هقول عليها اويل سيل، مثال عليها الجنجل، بلاقي نقط زيت كده كتيره، خلاص نقط صفراء او مديه على اورنج او بني شويه، تمام، والخلفيه بتاعتي لونها رصاصي اهو زي ما احنا شايفين، خلاص ده عباره عن ايه، عباره عن اويل سيل في الجنجل. طيب عشان ما ننساهاش، الجنجر في اي عليها نقطه، افتكر ان هي عباره عن نقط ايه، زيت موجوده جوه خلايا. طيب بعد كده الشيزو لايزوجينس اويل جلاند، هي اشكال بيضاويه وفيها دايره تانية بتبقى طرفيه، دي موجوده في الايه، في الكلاف، وافتكر ان الكلاف هو في او خلاص، وده في ايه اشكال ايه بيضاويه اللي هي الاويل جلاند، عشان الناس بتتلخبط ما بين الكلاف والجنجر والكلام ده في الايه في الامثال، يبقى الجنجر نقطه هو ده الاويل سيل، الكلاف في او يبقى هو في الشكل الايه البيضاوي. نخلي بالنا ان الكلاف او الشيزو الجلاند ديت بتلخبط ناس مع اللابيت هير، لكن احنا بنقول ان اللابيت هير عباره عن دايرتين جوه بعض وليهم نفس المركز، هنا بنقول شكل بيضاوي وليه الدايره التانيه بتبقى ايه طرفيه. نيجي بعد كده للفيت او الدكت، وفوقنا فيها نوعين، يا اما ان برانشد مش متفرعه وبالتالي بلاقي القناه متصله واحده بس، المثال بتاعها اللي هو مين الفن، فبنقول عندي ان برانشد مش متفرعه، خلاص انا شايف على ماسوره واحده اهوت، فبقول ان هي ان برانشد موجوده في ايه، موجوده في الفن. افتكر ان انت عندك ان برانشد فيها 2 ان وفينل فيها 2 ان. طيب الانايس اللي هي المثال بتاع ان البرانشد فيتا، بلاقي طبعا هنا في اكتر من فيتا موجوده جنب بعضها، فبقول عليها برانشد فيتا، المثال بتاعها الانايس او اليانسون، دي فيها ان واحده ودي فيها ان واحده عشان الناس ما تتلخبطش. طيب الستارش عندنا طبعا لما اجي اكتب العينه بتاعتي بقول ستارش فاوند ان، واقول بقى رايز او بوتيتو او ويد او ميز، او لو كتبت لي من الاول بوتيتو ستارش ميز ستارش برضو ايه صح خلاص. طبعا الرايز بنلاقي نقط ملهاش شكل معين وفي تجمعات كده ملهاش شكل محدد، في حاله البوتيتو بنلاقيها على شكل ايه عامله زي البيضه بيضاويه الشكل، في حاله الويد بنلاقيها مدوره، في حاله الميز بلاقيها يعني ليها مضلعه بوليجونال، وفي الواي كليفت اللي هو الشق اللي عامل زي حرف الواي اللي هو فين في النص ده. طيب بعد كده الكالسيوم اوكساليت، قلنا الشكل اللي انا شايفه ده عباره عن ايه، عباره عن حاجات عامله زي الابر، فممكن اكتب نيدل شيب ماشي، كتبت لي اسيكولار اللي هي برضو معناها نفس المعنى تمام، موجوده في نبات الايه، موجوده في السكويل. طيب نيجي بعد كده عندي حاجه اسمها الستايلويد، او زي ما انا شايف كده ده عباره عن ايه، انت شايفه بريزم، بس ما اقولش عليه بريزم بس، لازم اقول ايه elongated بريزم، يعني بريزم مطول شويه تمام، او الستايلويد موجود في نبات الايه او في الايه في الكويلاي خلاص. طيب عشان الناس ما ايه يعني ما تتلخبطش، الكويلايه في الستايلويد فيها ستايلويد، والسكويل فيه الايه في النيدل شيد او الاسيكل. كلاستر اوف كالسيوم اوكساليت موجوده في الروبر، وده الشكل بتاعها تجمعات كده عامله زي الورده تمام، دي بنقول عليها كلاستر اوف كالسيوم ايه اوف كالسيوم اوكساليت. طيب نيجي بعد كده للايديو بلاست، ودي زي ما احنا قلنا بتبقى موجوده في البلادونه، بتبقى عباره عن نقط سودا كبيره كده ممكن اعدها خلاص جوه الايه المربع الواحد زي ما احنا شايفين. طيب عكسها خالص الكريستال لاير، يعني كريستال ها من الكالسيوم اوكساليت موجوده في طبقات زي ما احنا شايفين كده، مرصوصه في طبقات وعددها كتير جدا وحجمها اصغر طبعا من الايه البلادون، دي موجوده في الايه موجوده في الاسترامون. اخر حاجه الكريستال شيس، ودي عباره عن فايبر محاطه بغشاء اللي هو شيس من الخلايا البارينكما اللي فيها البريزم اوف كالسيوم اوكساليت، فعشان كده سميناها كريستال شيس، يعني غشاء من الكالسيوم اوكساليت جوه الخلايا البرانشيميه حوالين الايه الفايبر، مثال على كده اللي هو الليكوريش، ولو قلت لي برده في السنه مظبوط. نخلي بالنا بس واحنا بنكتب الحاجات ديت لازم احط كلمه كالسيوم اوكساليت، يعني اقول ايديو بلاست اوف كالسيوم اوكساليت، كريستال لاير اوف كالسيوم اوكساليت، كريستال شيس اوف كالسيوم اوكساليت وهكذا تمام كده. طيب بعد كده اللي العينه بتاعت الليف مورفولوجي، العينه بتاعت الليف مورفولوجي زي ما قلت لك هيبقى فيها كل واحدة عليها سؤالين A و B، السؤالين دول هجيبهم لك منين؟ هما الستة
الست نقط اللي احنا شايفينهم دومت اللي هم الايبكس، المارجن، التايب اوف بليد، الشيب، الفينيشن، الليف بيز، هي دي الست اسئله او النقط اللي انا هسالك منها ايه سؤالين. طيب نراجعهم بقى كده مع بعض. هنقول ان انا عندي الايبكس بتاعتي خدنا الاكيوت والاكيومينيت اللي هي بتبقى مطوله شويه، والايمارجينيت اللي المارجن بتاعتها داخله لجوه، ده الشكل بتاعها. يبقى لما اجي اسالك على الايبكس هتقول لي اكيوت، اكيومينيت، ايمارجينيت، وشوف بقى الورق اللي قدامك دي تمشي مع انهي واحده فيهم. المارجن عندي انتاير لو هي سليمه خالص، بقت ويفي شويه سميناها سينويت، بقت عامله زي نص دايره او حرف السي سميناها كرينيت، اللي عامله زي السنان بسميها دنتيت، المشرشره زي اسنان المنشار كده بسميها سريت. بعد كده الشيب بتاع الليف، وده المقصود بيه الشيب العام، الشكل العام بتاع الليف. طيب لو هي ابريه رفيعه كده خالص بسميها اسيكيور زي ما خدنا كده في الكالسيوم اوكساليت. طيب شريطيه يعني تخنت شويه سميتها لينير. طيب بقت تخينه شويه من النص والطرف بتاعها بقى حاد، بقت عامله زي العدسيه او عامله زي الرمح كده، اسميها ايه؟ لانسيوليت. طيب عشان ما ننساهمش هنجمعهم في كلمه واحده اللي هي اول، هنقول اسيكيولار لينير لانسيوليت. بعد كده لو عامله زي القلب يبقى بسميها كورديت، لو شكل بيضاوي بسميها اوبويت، مطوله شويه بسميها اوبلونج، اللي هي عامله زي ورقه الجرجير تمام بسميها لايريت. ممكن نجمعهم في كلمه واحده اللي هي كول، كورديت، اوبويت، اوبلونج، لايريت. يبقى انا دلوقتي لو جيت سالتك على الايبكس هتقول لي الانواع بتاعته، بتقول لي نوع الورق اللي قدامك دي انهي نوع فيه، المارجن نفس الكلام، الشيب اه ده انا خدت 7 انواع يبقى هقول ايه انهي واحده فيهم بقى اللي تمشي مع الورق اللي قدامي ديت، وهكذا. التايب اوف بليد وديت بنقول عليها اللي هي المارجن بتاعتي دخلت لجوه يعني بقت لوبد ولا لا، وهل لو دخلت لجوه دي وصلت لغايه الميد ريب وفصلت لي الورقه بتاعتي لعده ورقات ولا لا، اللي هي بتتحول بعد كده الكومباوند. فلو هي سيمبل يعني ما فيهاش اي حاجه خالص بسميها بالنيت طبعا لو بالشكل ده، لو هي عامله زي الكف كده بسميها بالميت. طيب لو بدات المارجن تخش لجوه زي ما احنا شايفين كده بسميها الاول لوت، واشوف هي جايه منين، يعني جايه من البنيت هسميها بنيتي، ولو هي جايه من البلميت هسميها بلميتي. وبعد كده حسب هي دخلت المارجن دخلت بمقدار قد ايه هحط الشق التاني من الكلمه. طبعا لو دخلت بمقدار التلت هقول فيد، لو قلت اكتر من تلت يعني اكتر من النص تقريبا بقول بارتيت، وصلت وقربت من المدرب بس ما لمستوش بقول عليها سكت. طبعا احنا شايفينهم هنا دومت ايه بارتيت، فهقول هنا بنيتي لانها جايه من البنيت والمارجن داخله لجوه اكتر من النص، فهسأل عليها بنيتي بارتيت، وهنا بالميتي بارتيت. طيب لو المارجن بتاعتي ده دخلت لغايه الاخر وفصلت لي وحولتها لي لورقات، لو اتحولت لورقتين طبعا هنا بيقولوا ان هي كومباوند، لو فصلتها لي لورقتين هسميها باينيت، طيب ثلاثه ترنيت، طيب مجموعتين قدام بعض برر لبعض بسميها باري بالنيت. طيب لو عندي في ورقه هنا بوظت السيمتري اللي كان عندي ده هسميها امباري بالنيت. طيب لو كل ورقه من دي اتحولت هي كمان لكومباوند فسميها باي بالنيت. طيب بعد كده الفينيشن بنقول لو هي بالنيت هقول بالنيت فينيشن، لو هي بالميت هقول بالميت فينيشن. طيب لو الفينز بتاعتي موازيه لبعضها وموازيه للمدرب هسميها برر. طيب لو هي موازيين لبعض الفينز موازيين لبعض بس مش موازيين للمدرب الاساسي واخدين زاويه عليه او تقريبا عموديين هقول عليها بارل يوني كوستيت زي ما احنا شايفين هنا. اخر حاجه الليف بيس، لو لقيت ان اللامنه وهي نازله بتقفل كده مع المدرب ومتصله مع البتيول نازلين في نقطه واحده هسميها سيمتريك، نازله عند نقطتين هسميها اسيمتريك. طيب في حاله مثلا ورقه الذره الستم والورقه طالعه لف حواليها تمام، في حاجه بسميها شيس. طب لو الورقه نازله مسحوبه اللامنه نازله مسحوبه مع يعني بدل ما قفلت تقفل وتفصل عن البتيول لا ده نازله ساحبه على البتيول، يبقى في الحاجه اسميها دي كارنت. طب لو هي منتفخه شويه يبقى بسميها بولفينس، وديت خدناها حتى في الورقه بتاعت مين اللي هي كانت الباي بالنت في التايب اوف بليد. يعني كده يبقى احنا خلصنا الليف مورفولوجي وشفنا العينات كلها راجعناها كلها وعرفنا ازاي نجاوب على كل نقطة من الحاجات دي.
تمام كده. طيب شكرا.